شات رياكشن. السلام عليكم another one with شات شات بوشري نيف ومريض ماشكيت عليكم ولكن غنزورو نشوفو الفاميليا شنو قال. دخلو نشوفو الفاميليا نشوفو واش هي اللي كاتبو ولا ماشي هي اللي كاتبو. حيت بزاف ديال الهضرات قالت على التراك الاول ماشي انت اللي كاتبه وخر الصاحب وانا كاع برميدا وكلاشا وانا كنظن بان التراك هدايا جواب البرميدا اللي قال لك يكتبو ليك وهاير هذا هو وقال اشياء بون فاميليا ما سهلاش فاميليا جاوبت على راسها هذه سي لا كونفيرماسيون دابا نورمالمون هذه غتبين لنا واش هي ولا ماشي هي يا واش نفس النيمو. حنا صراحه التراك الاول كان ناضي شورناش حنا راجل مراش لعيبه موسيقيا ناضي داكشي انا برا دابا نشوفو طلال سمام شوفو طلال سمام شوفو فاميليا واش غادا تبك تخيلوا فاميليا حاكمه الراب يلا غتولي حاكمه الراب وهذا كلشي رجاله عيالات كلشي اللي جا كطرق وطراق وهذا كان مخبي لك كانت كتسنى الفرصه تسنى الفرصه وهذا اودي وات لا تراك هذا سمي شي اوديو اخر قلت لكم الاوديوات بداو ترد البال لما كنصيفطوا الاوديوات راه كيبقاو دليل على بنادم اوكي فاميليا الفوق كلشي كيشوف فاميليا وبوز زعما كاين بوز والبوبليك هذا وفاميليا الفوق وبنادم كيشوف فاميليا وما كيشوفش بوز زوج هادرين لهاد الجهة راه معرفش بوز ولا برميدا ما معرفش واحد فيهم بوز وواحد برميدا شبونس بوز هو اللي غادي يكون هو كدير بحال هكايا وبرميدا هو اللي في لاريير بلو عرفتي مريم مشا نقول ليك غادي نقصدك فواحد البلان ياك خوك خصبيني دابا شوفي كيدير انا طلعت راجل علي وبلا ما تخليني نكمل اللوجي قصدي ابدا ما هذا شد عليك اوديو وهاد الوقت بحال هز عليك شي شيك بحال سنين تيلي شي شيك هذوك يقول لك غندفع الاوديو دابا شنو طاري عليه كملنا لنا اختي الاوديو كملنا الاوديو من العياقه دابا نعرفوا احنا بغينا نعرفوا واش طاري في الاوديو كامل خايف كترابي وشدك الرجفة من صوتك ياك جاوبتي غابي دحولي زربان على موتك تراك الاول كيشهد على شنو قاد الولية غاب تحت قتلت بوز واش غادي نحيف الولية كتبان وخربان دابا الله يتغطى حلمة الله يتغطى حلمة حل جينا واحد الباب والله يتقوت زعما بوز ما ياك جاوبتي ما تخليني نكمل اللوجي خايف كترابي وشدك الرجفة من صوتك ياك جاوبتي غابي دحولي زربان على موتك تراك الاول كيشهد على شنو قاد الولية غاب قتلت بوز واش غادي نحيف الولية كتبان وخرفان دابا بيكم غنعيد اش غديروا انت احتراف الحاس ونفسك ميت ما قد على والو حيد كالريشة فوق الميزان فكرك سبيتي بوز عندك في النفاق وسام خلي الفاميلة بعيدة لا رجل تاع راجلك يا قلت لك غير فوت راجلي وفكر غير في بوز راجلك كون ما كانش ولدي مزار كون كرتي اصلك بتعيا دير له خاطر وعمرك دير بلاصتك نايس نوت باد غير هو لحد الساعة المهم خاصني نكمل التراك ما نحكمش عليه من دابا ولكن حد الساعة التراك ماشي بنفس الهيت ديال التراك الاول ماشي بنفس الهيت زوين هو غادي هذا ولاني ماشي ديك واو ديال التراك الاول اباش حاسس انت كتكتب تدماغك عاصرو باش يقولوا لك فاميليا راه احسن منك بازلك ما حشمتيش صلاح باغيني نوض نورق اكبر مستوسي في هاد القد هكذا تمسخك الرب غتمنى ترجع بوزله بالصدفه لقيتي فانوس عطينا الفرصه تفرض راسك لحتي وعشينا موس وبغيت تخاصمك هي باش خاطر بحهم كانت مخشه معاهم عندها بلاناتهم كاملين عندها بلاناتهم دابا هاد القضيه هادي وحده من الجوج يا غتجبد شي صداع مقود يا متفقين بيناتهم يا هما دايرين بيناتهم وطالقين عندنا الصاد بحال هكا وغادا بحال هكا وهذا هو انترنت هذا هو انترنت راه بنادم يبان لك كيتعاير وكيتساب وبيناتهم ضاحكين ولاعبين وهادي كيف ما داروا اشكال وانواع وبزاف يعني قد يكونوا طالقين عندنا هنايا واخا السبان واخا المعيور واخا هادي لاعبين اولا الا كان هادشي بصح غايجبدوا شي صداعات مقودين
قودين حيت كاين بلانات عطيتيني الدوسي هذا دوينا في بنادم باش بلي اخبار هذا وصلنا هذا سو القضيه تقد تمشي شي لعايبه مقاوده معاه ما كلش نغطي عليك فاش قلتي لي راسك لحتيها وعشينا موس كنبغي تخاصمك معاه ما كلش نغطي عليك فاش قلتي لي سكريني وبلانو عطيني ما عرفتيني وتايم تايم كتحرق تايم كتحرق اللي جات كتعاد تقولها باقي غير يخرجوا دواسا الا يعني. كان الا ما كانش هادشي تمثيل غيخرجوا شي دواسا باش مسجلك ما تبقى طيع فاش قلتي لي سكريني وبلانو عطيني ما عرفتينيش مسجلك ما تبقى طيعني منافق اش دير لي رخيص كثر من بيرلي سالش الله يمسال قال لك ما عرفتينيش مسجلك تانتيا تنتي عندك واحد عندك شويه ديال الضغوره فاميليا تنتي فيك البلانات حتى اي واحد دو معاه التليفون ويسجلك عارف نيته خايب عارف شي لعيبه عنده المساوس في دماغه ولا شي حاجه ولا هو شام شي لعيبه داك الشيء عمرك كتجي انت وتسجل شي واحد هكاك ما يمكنش غتجي وتسجل شي واحد يعني مادام سجلتي يعني كاين مساوس كاين بلانات كاين شي حاجه اللي بنادم يترقب لما هو قادم شعيبيه طلال بصدفه سمعوني داخو برمودا الحسين حبس راه ماشي ديالك لا راخو عمرك كتكون رابر وانت بصاحب رابر فخور صاب ستوندار هاد الجاسوس هزوه جيبو لي لاخر عاوتاني الجاسوس اويلو داتي ديسك الجاسوس اما داوينش عليك اخا جاز والله ما داوينش تذكر في كاع الكلاش الجاسوس وراه ماشي عليك اخويا انت اللي سميتك اللي موظف دابا سميت محتاجين فهاد البيف هذا ولاني راه ماشي انت ما تاخذهاش بيرسونيل وديها الجاسوس احترف الرجال راه نتوما اللي جبتو صاب ستوندار هاد الجاسوس هزوه جيبو لي لاخر احترف الرجال راه نتوما اللي جبتوني ما رضيتيش ربيت عليك نطيت تقولهم كتبولي ندمتو كون غير فتوني وها اللي كيتبع الفيوز اما انا اللي كتب لي راه لدابا ما مزيوش خسيرهم شوهم سموك تقول بالقوشي يا رسموك غادي الكعب كيف سموك غادي شافك احمد الله بالحيط كنت اللي بدير الكعب ولو كيتهزلو شافت الفردة تقال بزاف وقال تقول نقول سنور هاد اللقطة ديال الحال سنور واخا ما هي ماشي كلاش غير كي تشبيه داير بالزين كرطها وسير ديال الزيف ناقصك الرجله بالسيف ما غتبقى ديما في الارض انت راك ماشي كابابل باغي تربي صحه معروف بالحيس الكابا اكثر حاجه تتسرعها يلا سير شتاك الكارو تكحل في الريا الله تموت قبل مولاتك يعرفونك تكدريه ادرتي شو هاد ايموزدار طيحتي ليهم الضرب ميرسي عمرهم حسبوك ولا غيحسبوك حتى راب هو الجاسوس مات دابا سنا وغابو يا يكر عشيرو يا يعترف بيا رابز Not bad. مين نيفو مختلف نيفو مختلف على التراك الاول التراك الاول كان نيفو طالع بزاف صراحه التراك الاول مزكني كثر هذا فهمتي فيه شويه ديال المونوتوني فيه شويه ديال هذا ماشي خايب صافا ديك التراك خايب ولكن ماشي بداك المستوى فرق كبير بيناتهم ما بين التراك الاول وما بين هذا الحاجه الوحيده هو ان هي عندها لي فاكس عندها الاوديوات عندها البلانات وعارفه شنو طالع وعارفه اش طالي بيناتهم حلوله وما يلقفوا وقالوا لها بزاف ديال الحوايج دابا غتشنقهم من تما اللي حل في مو غتجبد لي البلان اللي قالت لي غتجبد لي اوديو لهادي طن طن وصافي هادشي اللي غادي هادشي اللي داير مي موسيقيا موسيقيا هاد التراك هذا ما يوصلش للنيفو ديال التراك الاول ما بيهش ما ماشي بحال ماشي التراك اللي ترجع التراك الاول ترجع تعاود تمسك لي هذا دايز هذا غادي هذا مكان هذا مكان بالنسبه لهاد التراك هذايا نشوف واش غيطرا ما عرفتش واش بوز غادي نوض يجاوب له واش غادي يدير شي لعيبه ولا لا باسكو كيما قلت شحال هادي ما تقولش لي لا ما غنجاوبهاش دابا يوتيوبرز ولا كدير ريفيو ولا شي لعيبه مادام جبتيها عطيتها نص تراك في الكلاش وناضت وكتبات وجاوباتك خاصك تجاوب خاصك تدافع على راسك يا راه ولات كتقول بوز مات بوز مات وغنحلف ولدو وهذا ولات غير كتقتلو تشير اختي فاميليا انا راه كنضحك معاك انا على تمي جابدانا حنايا فشي لعيبه وتكلاشي راه ما عندي لك جهد باش نجاوب ما كاينش جهد باش نجاوب هذا ما كان شكرا للناس اللي تفرجوا فينا في انتظار القادم
من هذا البيف تهرونا فراتكم تلقوا فيديو جديد.